معنا سمية. أهلا يا سمية. أهلا فيك. سمية من الرياض؟ نعم. يا سلام. وش تتمنين من المسارات؟ القرآن الكريم. القرآن الكريم. حافظ القرآن أنت؟ إن شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. يلا عاد اللي حافظ القرآن الباقي عليه إن شاء الله سهل. نشوف المسارات وش حيكون معك. أذن عندكم يا سمية؟ نعم. السؤال الذهبي. أوه. السؤال الذهبي. شوفي انت، انا كنت اسالها، انا والله ما انتبهت، قاعد السؤال طالع في الكاميرا واقول لها اذن عندكم، لانه الاذان نسمع الاذان من عند سميه في الرياض. دخل الان موعد اذان صلاه العشاء حسب التوقيت المحلي مدينه الرياض، ومع الاذان طلع لك السؤال الذهبي. تعرفين فكره السؤال الذهبي؟ سؤال واحد. سؤال واحد، اذا جاوبتي عليه تربحين السحب اليوم وتدخلين في السحب، ايش اقصد، تدخلين في سحب اليوم وتدخلين في السحب النهائي. ماشي بإذن الله. فركزي، الله يرضى عنك. كم المدة حقت السؤال الذهبي يا أبو ياسمين؟ مدة التفكير في الإجابة 15 ثانية فقط. وأتوقع أن السؤال الذهبي اليوم هو في مسار الحديث. يقول السؤال الذهبي، يا أخي حتى الدخلة حقته تخوف، إلى كم مرتبة يقسم الحديث الصحيح؟ إلى كم مرتبة يقسم الحديث الصحيح؟ حيث الصحيح له مراتب، كم عددها؟ هل هي 5 مراتب أو 7 مراتب أو 3 مراتب؟ بدأ الوقت. ها ركزي وجاوبي تفضلي. إذا كان الحديث حديث صدق. كم عيد الخيارات؟ 3 و5 و7، قولي ما في وقت. 7. اختارت 7 في آخر ثانية. طيب أنت شون قلتي 7؟ تعرفين معلومة ولا رميتيها الصراحة الصدق عاد؟ بحثتي ولها وتقوليها كمان، ما شاء الله تبارك الله. بحثتي وين؟ في جوجل؟ مو كل بحث صحيح ترى. أنت بحثتي في جوجل صح؟ إيه. ما هو دائما يطلع البحث الصحيح، يمكن جوجل هل هو عالم بمصطلح الحديث، ممكن يكون في شيء اتفق عليها العلم مختلف عليها العلم، ممكن يكون صح ممكن يكون خطأ، ممكن قال له جوجل ما المعلومة اللي موجودة فيه هي وفق رأي معين من آراء علماء الحديث، صح ولا لا كلامي؟ صحيح، بس هذا موقع موثوق. وش الموقع اللي بحثت فيه؟ شبكة الألوكة. شبكة الألوكة. الله ما أدري، أنا في النهاية إحنا يعني معلوماتنا كمان موثوقة اللي احنا نحطها في الأسئلة. انت في اي مرحلة دراسية؟ خلصت ثانوي. خلصتي ثانوي. طيب نقول ونشوف الإجابة. السؤال الذهبي صحيحة. يا سلام. إجابة صحيحة يا اسمها سمية. سمية، بما أن الأذان أذن عندك صلي والله يتقبل يا رب منا ومنك.